في ظاهرة في الآونة الأخيرة ظهرت وتجلت في السوق العقاري ويمكن أثارت جدل واسع خلال الفترة اللي فاتت، وهي ارتفاع أسعار وحدات العقارات. طيب خلينا نقول ان من الطبيعي ان مع الحاله او الازمه الاقتصاديه العالميه يحصل نوع من انواع التضخم ينتج عنه ارتفاع اسعار في كل السلع ومنها مواد البناء. اسعار مواد البناء ارتفعت، فبالتالي المطورين بداوا يرفعوا اسعارهم واسعار وحداتهم اللي بيعرضوها للبيع. لكن الاثار الجدل ان المطورين رفعوا اسعار وحدات اوريدي اتباعت. يعني ايه؟ يعني انا راجل رحت اتعاقدت على وحده، دفعت مقدم سوق 10 او 20% وقعدت ادفع اقساط لمده سنه سنه ونص، ففوجئت ان شركه التطوير العقاري بتطالبني ان القسط هيترفع معايا بزياده 50%، وفي شركات رفعت الزياده بتاعتها لما عملوا النسبه الحسابيه بتاعتهم لقيت ان القسط زاد بنسبه 100%. فلما سالوه قال لك عشان حاله التضخم ويمكن ارتفاع اسعار مواد البناء، وده هيسبب لنا مشاكل في التنفيذ. ويمكن النقطه دي اثيرت في شركات التطوير العقاري اللي هي لسه ما نفذتش او اللي هي بتشتغل اوف بلان. اوف بلان اللي هي هتسلم بعد 3 سنين او 4 سنين. طيب هيكون معانا الاستاذ كريم مأمون رئيس تنفيذي لشركه سيراك والخبير العقاري المتميز، هيكلمنا اكتر عن تفاصيل الظاهره دي ومين معاه الحق او مين نقدر نحل الجدل ده ازاي سواء مع العميل او المطور العقاري. استاذ كريم اهلا ومرحبا بيك في برنامج باب العاصمه. استاذ احمد مساء الخير عليك طبعا، ومليون مبروك على البرنامج، ودايما كده في تألق ودايما في ازدهار، وان شاء الله دايما تحقق نجاحات مختلفه. ربنا يخليك يا استاذ كريم. استاذ كريم يمكن انت متابع معانا موضوع الحلقه النهارده عن ارتفاع اسعار الوحدات العقاريه خصوصا للعملاء اللي هي اشترت ونفذ واوريدي بتدفع اقساط. كنت عايز اعرف راي حضرتك في الظاهره دي وتقييمك ليها، ومين معاه الحق، هل المطور ولا العميل؟ والله بص يا استاذ احمد، هي القصه كلها دايما اي مشروع عقاري هي علاقه متبادله ما بين العميل وما بين المطور. المطور طبعا المفروض بيكون عامل دراسه للمشروع اللي هو داخل فيه طبعا، وفي نفس الوقت بيبقى عامل حاجه اسمها نسبه مخاطره، بيبقى دايما كلنا عاملين دراسات احنا داخلين المشروع ده هنبيعه في خلال قد ايه. ما ينفعش طبعا اي مطور يخش اسمع ناس مثلا بتبيع مشروع يقول لك المشروع سولد اوت وفي اول ما كملش 6 شهور او 7 شهور سولد اوت. نعم طبعا ده تفكير خاطئ تماما. المفروض انت دايما في بتسيب اكتر، يعني المفروض يبقى عندك تمويل اصلا، وفي نفس الوقت عندك 50% من الانفنتوري او من الوحدات المتاحه دي تفضل متبقيه لحد ما توصل لحجم انشاءات، وتبقى شايف شكل المشروع بشكل تحس فيه انه بالامان، وتبتدي تطرح المشروعات ال 50% التانيين دول اللي يعني غالبا بيبقوا مشروعات بيكون المشروع اتبنى كمان. نعم وده تقدر من خلاله تحمل عليه الاسعار بفرق الاسعار لو حصل اي دروب. ولكن نقدر نقوله ان طبعا في بند في كل العقود هتلاقي يقول لك في حاجه اسمها ظروف قهريه. بالظبط هو اللي حصل في السوق المصري حقيقي طبعا الفتره اللي فاتت، ودي ظروف عالميه، ان بقى ارتفاع اسعار الخامات بقت بشكل مبالغ فيه، ملوش دعوه بنسبه المخاطره. ممكن تلاقي حاجات بترتفع اسعارها من 20 ل 25% في خلال ايام، وبالتالي انت مهما تكون عامل الدراسه بتاعت حضرتك لازم هيبقى فيه مشكله كبيره جدا. تمام؟ فبالتالي في ناس كتيره دلوقتي ما اقدرش اقول طبعا هي متعثره، لكن هي في مشكله. نعم. ولازم يبقى فيها حلول. نعم. وطبعا العميل نفسه في نفس الوقت هو برضه بيكسب. ليه؟ لان اسعار الوحدات بترتفع طبعا بارتفاع الاسعار مواد الخامات، فبالتالي العميل اللي اشترى بسعر طبعا في الاول اكيد كسب كتير جدا. ولكن احنا بنقول ايه؟ لازم يبقى عندنا حلول نقدر من خلالها نعدي الازمه. نعم. ما ينفعش كل واحد يقول انا ماليش دعوه. لو انت النهارده فضلنا قلنا انا ماليش دعوه وانا ماليش دعوه، ما هو هيبقى عندنا مشكله، صح ولا مش صح؟ صح. على قد ما نقدر ان احنا لازم يبقى فيه تدخل، والتدخل ده يحاول يخلي الاطراف كلها تقدر تكمل. نعم. ده اللي انا اعرفه تماما، عشان في الاول والاخر العميل عايز يكسب والمطور عايز يكسب، وفي نفس الوقت يبقى عندنا عمار، صح ولا مش صح؟ بالظبط. ولكن هي برضو بنرجع نقول تاني احنا عايزين منظومة
في الفترة اللي جاية يبقى فيه تدخل من الدولة بفكر تاني خالص في موضوع التطوير العقاري. ومن وجهة نظري المتواضعة، إن طبعا كان قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، بس الكلام كان قال وجهة نظر إن النهاردة المطور ما ينفعش يطرح المشروع للبيع إلا لما يكون تعدى نسبة إنشاءات 30%. نعم. ولكن هي طبعا هنا بنلاقي أزمة، إن طبعا عشان التمويل هيبقى قوي جدا، فالنهاردة عشان تدفع مقدم أرض وكمان تبتدي تخش في الانشاء بنسبه 30%، فده رقم كبير جدا. استاذ كريم انا اسف لمقاطعه حضرتك، ولكن هل شايف حضرتك ان المطور حاليا بيمر بظروف قهريه؟ جدا. ليه؟ لان النهارده ارتفاع الخامات بقت بشكل صعب جدا. نعم. فبالتالي النهارده هو عامل دراسته على مثلا نفترض ان طن الحديد عامل دراسته انه ممكن يوصل ل 28,000 جنيه. النهارده طن الحديد بيوصل ل 40,000 جنيه. فده انا بكلمك في بند واحد. طيب هل هنا المشكله بتكمن في دراسه الجدوى من بدايتها؟ يعني هل دراسه الجدوى هو بيبقى عامل دراسه جدوى غلط، ولا هو بيبقى عامل حسابات وبيفاجئ بعد كده بظروف ممكن تعرقل له المسيره؟ ولو الظروف دي مثلا اللي واجهته يعني ايه هي سبل التغلب عليها؟ يعني اكيد بيبقى هو المفروض بيبقى عنده بلان ايه وبلان بي وبلان سي في ان هو بيشتغل في مشروعات بمليارات. طبعا هو المشكله الاكبر، الواحد اي انسان في الدنيا لما بيجي يخش في بزنس طبيعي، اي انسان مش لازم حتى تطوير عقاري، بدراستك بتتعمل من خلال مجموعه من العوامل اللي متواجده في السوق نفسه. يعني انا النهارده داخل في التطوير، اكيد كل واحد بيجيب استشاري وبيجيب حد يديله دراسه كامله، بيعرف اسعار المواد الخام دي بتزيد كل قد ايه في السنه. الحاجات دي معموله على سنين كتيره جدا، هو مش اول مره، كلنا اول مره نشتغل في التطوير، احنا شغالين بقالنا سنوات، صح ولا مش صح؟ ولكن الظروف اللي حصلت فيها دلوقتي مره واحده في ارتفاع بشكل مفاجئ جدا، فبالتالي ده عمل دروب، صح ولا مش صح؟ صح. فاحنا على قد ما نقدر ان احنا لازم ان احنا النهارده ما ينفعش اخش اي مطور يقول لك انا عايز اشتغل في تطوير عقاري، ما ينفعش بقى خلاص. احنا لازم ناخد ناس، لازم تكون عندها تمويل بشكل قوي جدا، لازم تكون الناس دي تعرف تعمل انشاءات قبل ما تطرح للبيع كمان، عشان تعرف النهارده تشوف المسار الحقيقي اللي ينفع ينجح. او الوجهه نظري المتواضعه والاحسن هو مشاركه الدوله. نعم. وانا شايف ان الدوله جريت بالطرق دي، فحاولت هي طرحت اراضي مشاركات مع مجموعه من المطورين. نعم. وشايف ده اكتر حاجه دلوقتي بقت ناجحه. ليه؟ لان انا الدوله لما اخش انا بالارض فانا شلت جزء كبير جدا، انت الفلوس اللي معاك دي لما تخش تحطها على طول في التعمير بالظبط، فالموضوع هيبقى سريع، وفي نفس الوقت انا متحكم في الايه؟ في التكلفه، اقدر اخد مراحل صغيره زون مزبوط. زون زون، وفي نفس الوقت متحكم في الزياده التسعيريه. ولكن هنقدر دايما نقول في الاول والاخر مصر هتفضل دايما هي بلد من اكثر البلاد استثمارا في العقار، وهي انا بعتبرها منطقه بكر. مصر هتفضل بكر في الاستثمار العقاري. من عندنا مساحه كبيره جدا، عندنا اختلاف الاماكن ده بيساعدنا بشكل قوي، عندنا تعداد سكاني بشكل رهيب، بلد قائمه على شعبها، ودي نقطه مهمه جدا ان البلد دي قائمه على شعبها في التطوير العقاري. بالعكس احنا دلوقتي انا شايف ان احنا بقينا منفذ للاستثمار من الخارج. يعني انا شايف الساحل الشمالي في نقطه تحول رهيبه جدا، منطقه العلمين بقى فيها نقطه تحول رهيبه جدا. يمكن حضرتك النهارده لما تيجي تزور دلوقتي الساحل الشمالي او العلمين الجديده هتلاقي جنسيات اخرى كتيره جدا ما كانش ده متواجد برضه قبل كده. نعم. فبالتالي احنا بس عايزين نفكر افكار مختلفه، وفي نفس الوقت ما ينفعش كل حد يجي انا معايا مقدم الارض اخش اشتري ارض يلا انا عامل دراسه اشتغل. لا، انا شايف ان الكلام ده لازم يتغير تماما، ولازم يبقى فيه بعض الشروط. صحيح. عشان حد يخش مجال التطوير. صحيح. شروط، وشروط مهمه، لان في الاخر صحيح يا استاذ كريم احنا بيتحكم 23% من الاقتصاد المصري القطاع العقاري، فما ينفعش يحصل فيه اي نوع من الانهيار. استاذ كريم عشان نحافظ على ده مهم. يعني انا يعني ما حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا، ويمكن محتاج وقت كبير، محتاج حلقه كامله ان شاء الله تصرفنا في برنامج باب العاصمه، لكن وقت المداخله للاسف محتاجين نطلع فاصل. فان شاء الله تشرفنا، لان حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، نتناقش فيه بشكل تفصيلي، واكيد هيفيد الساده المشاهدين والعملاء.